بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم نعرض تطبيقات عامة على درس الحرية للصف الأول الإعدادي، ومعكم مس شيرين عبد الحميد. هنقرأ الفقرة مع بعض ونحاول نجاوب بشكل مبسط عن الأسئلة المتاحة. فالحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس، فمن عاش محروما منها عاش في ظلمات حالكة. الحرية هي الحياة، ولولاها لكانت حياة الإنسان أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مرادف تشرق تضيء. مضاد كلمة الحرية العبودية. جمع الإنسان الأناسي. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يلي: يجب على الإنسان أن يطالب بحريته بطرق سليمة. العبارة صحيحة. طاعة الولد لأبيه تعد فقدانا لحريته. العبارة خاطئة. أجب عما يلي: ماذا يحدث إذا فقد الإنسان حريته؟ كانت حياته أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال. السؤال التالي، للكاتب رأي في من يطالب بحريته، وضح ذلك. رأى الكاتب أنه ليس بمتسول ولا مستجد، وإنما هو يطلب حقاً من حقوقه. السؤال التالي، ما المعنى الذي عرضه الكاتب للحرية في الموضوع؟ أن الحرية حق من حقوق الإنسان الذي يجب أن يحصل عليه، وبحصوله عليه يحيا سعيدا. السؤال التالي، أي التعبيرين أجمل؟ الحرية شمس أم الحرية حق؟ التعبير الأول، الحرية شمس، هو الأجمل لأنه صور الحرية بالشمس، مما يدل على أهمية الحرية في حياة الإنسان وجميع المخلوقات. السؤال التالي والأخير، ماذا نتعلم من هذا الدرس؟ نتعلم من هذا الدرس أن الحرية حق للجميع وليست منا من أحد، وأنه يجب علينا جميعا أن نرفق بالحيوان.